السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد، ولا زلنا مع حضراتكم في برنامج 3D. أرحب بإخواني الأفاضل معنا في الاستديو، أخي الحبيب محمد رجب. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك، نورتنا حبيبي. الله يبارك لك. وأخي الحبيب الغالي علاء الدين العشر، ربنا يبارك فيك، شاعر العصر. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك. النهاردة معنا موضوع في غاية الأهمية، يمكن نحتاج فيه حلقتين على الأقل، ألا وهو بر الوالدين. بر الوالدين من أسهل تقريبا الطرق اللي بتكون طريق الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض. واحد مرة من الصحابة جه للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله، في بداية الهجرة يعني في بداية الدعوة، بيقول يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة. والهجرة زي ما حضراتكم عارفين لها مقام عالي جدا في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت يحتاج إلى جهد كل رجل في الدعوة. وبعدين الصحابي اللي هاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام هيفوز برفقه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرجل ده بيقول مثلا جئت ابايعك على الهجره وقد تركت ابواي يبكيان. يا الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام مع مقام الهجره اللي احنا بنقول عليه ده قال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. يا الله. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له لو انت عايز تكون قريب من ربنا وعايز تكون رفيقي في الجنه، في الفردوس الاعلى من الجنه، روح اضحك ابواك كما أبكيتهما، لكن ما تجيش معايا الهجرة. جميل. جلوسك بجانب أهلك أبيك وأمك هجرة في حد ذاتها أفضل من الهجرة. ما شاء الله ما شاء الله. محمد رجب، كلمنا عن بر الوالدين. الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن اهتدى به إلى مدينة بعد. يعني الله عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، في سورة لقمان. في حاجتين تانيين كده مهمين قوي. تخيل ان القران وصف الشخص العاقل والديه بالجبار الشقي وبالجبار العصي، وده في فرق كبير قوي شاعر في القصه ديت، وخطير ومهم قوي، وفي دقه من دقه القران المتناهيه. يعني في حال سيدنا يحيى عليه السلام قال ولم يكن جبارا عصيا، ومع سيدنا عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا شقيا. استخدم العقوبه مع سيدنا عيسى اكتر من العقوبه مع سيدنا يحيى. هناك قال عصيا، هنا قال جبارا شقيا. هناك جبارا عصيا مع سيدنا يحيى، اما مع سيدنا عيسى عليه السلام لما كان له ام ملوش اب فقال جبارا شقيا. ليه بقى؟ قال لك العقوبه مع سيدنا عيسى اكتر لانه ليه ام بس فقط. ليه ام فقط، وقال والدتي ما قالش امي. ليه بقى؟ قال لان الله عز وجل قال ان سيدنا عيسى مولود بغير اب، فقال والدتي. لو قال امي ما كان الناس ممكن يقول لك ايه، لا ده ليه اب تاني، او ليه، او زي ما كان يدعي النصارى ان الاله هو تزوج السيده مريم وهكذا يعني. فقال والدتي لان كل ام مش بالضروره تكون والده، لان الام زي احنا بنقول كده بالبلد الام اللي ربت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع قال امي التي ارضعتني. في مواضع وقيل ام القرى، فكلمه ام معناها اصل الشيء. اصل الشيء، ومنها ام القرى عشان اصل الكره الارضيه كانت من باب اللي هو التعزيز لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ام القرى، ومنها بتدور مدار الساعه. يعني الشاهد ان اللي بيبقى ليه ام واحده بيكون الموقف مع العقوق اصعب من اللي يكون ليه اب وام، لان في حاله عقوق الوالده او حاله عقوق الاب اللي بيحصل ايه، ان احدهما بيواسي الاخر. اما في حاله الام وحدها مفيش مواساه، فبيكون الالم المين مش الم واحد. فلذلك هنا مع كل اللي له ام واحده فقط بيكون جبارا شقيا، يعني جبار وشقي في نفس الوقت، عكس العاصي. معصية عادية مع أنها خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا رسول الله أي الأعمال أفضل إلى الله أو أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. ثم أي يا رسول الله؟ بر الوالدين. قال بر الوالدين. خلي بالك اللي جاية ديت وفيها ملحظ رائع. ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسط ما بين عبادة، ما بين الصلاة وبين الجهاد في سبيل الله بر الوالدين. وكأن بر الوالدين أفضل عند الله عز وجل من الجهاد. زي ما قلنا وجان فعلا الصحابي اللي كان جاي ترك أمه تبكي أو والده يبكي، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم عايز أجاهد معاك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألك أحدا حيا من والديك؟ قال الرسول لي أم. قال فثم الجنة، يعني عندها الجنة، أحسن صحبتها، أحسن صحبتها، فثم الجنة، يعني تحت أقدامها الجنة، يعني تحت طاعتها وبرها والإحسان إليها والامتثال لأوامرها وإلى آخر هذه الأمور، فيكون هناك الجنة يعني. فلذلك كان أحد الناس سألني ما الحب؟ بيسألني ما الحب؟ قلت الحب هو شخص يرضى بك على عيوبك، يتحمل عنادك، أخطائك،
يخاطبك بلطف، يسمعك بعناية، ينصحك أيضا بلطف. ثم سكت فبيقول لي: هذا هو الحب؟ قلت: عذرا، أردت أن أخبرك عن الحب فأخبرتك عن أمك، أما الحب فذاك الذي بينك وبينها. فهي بتضرب أفضل أمثلة في معاني الحب. ومع ذلك يعني. أخي الحبيب علاء، هناك من الناس من يقدم زوجته على أمه. مصيبة. يقول إيه للناس دي؟ الله يا ربنا يعافينا يا رب. ربنا يعافينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول قال سيدنا عبد الله رضي الله عنه ثلاث آيات الله مقرونات. الله. الله بن عباس. أيوه. ثلاث آيات مقرونات بثلاث. لا يقبل الله أحدهم إلا بقرنتها. أول حاجة لي أن اشكر لي ولوالديك. فرب العالمين سبحانه وتعالى، يعني من شكر لله ولم يشكر للوالدين بالضبط لم يتحقق شكر الله. وربنا يقول أن اشكر لي، والواو حرف عطف، مش أن اشكر لي ثم ولديك أبدا. تمام كده؟ فرب الموضوع موضوع عطف. أنت بتشكر رب العالمين تمام كده، وبتبر أبوك وأمك. الموضوع أسهل ما يكون. قال أحدهم أن البر شيء هين، وجه بشوش، وكلام لين. الله تمام كده. كل الموضوع لا الأب ولا الأم عايزين حاجة من أولادهم غير الكلمة الحلوة، غير السمع. بالضبط كده. هو مش عايز منهم حاجة أصلا، ولكن تيجي للي بيقدم زوجته على أمه. والله العظيم عايز أقول مفيش خاسر بعده، مفيش خاسر أعظم منه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر. شوف، خيبة وخسارة، خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. الموضوع أمر بسيط. طيب، أنت قدمت زوجة على أم، ألا تدري أن الأم ربما تكون حائل بينك وبين جنة رب العالمين يوم القيامة؟ عياذا بالله. أنت مخش جنة أصلا. والله العظيم حتى لو جاء بصلاة وصيام وحج وكل أعمال الله عز وجل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة. لا فرض ولا سنة. اللي بيعق أبوه وقدم عايز أقول لك، أنا أسف معلش، في أم أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ كل أمهاتنا يا رب. آمين يا رب. في أم راحت لحد الكعبة، لحد الكعبة يا الله، وهي تطوف فقط للدعاء على ابنها. أعوذ بالله. أكيد عمل جريمة يا الله. والله العظيم عايز أقول لك إن دخل هو نفسه الولد، راح لمشايخ في الحرم وقال لهم الحقوني، أنا هو كان معاها أصلا، الحقوني أمي عملت كذا كذا كذا. المشايخ راحوا لها ومعلش يا حاجة، قالت لهم أبدا أنا مش عايزاها بعد النهاردة. فدوت ذلك العاده بالله. طيب محمد هرجع لك بس نخرج فاصل قصير، معانا فيلم قصير ونرجع تاني، ابقوا معانا. تكفى دايما علق على باب المكتب، اي تشيكلي اخر رقم 356. يلا تكفى ناطرك، ها بشرني. يلا ماشي. الو، هلا يمه، مشغول الحين، مو وقته، كلمي محمد انا مشغول. يلا يلا باي. ما اقدر ما اقدر ما اقدر. يلا الو، هلا والله، ها بشر بي ماينس. الله يبشرك بالخير. اوف والله اني محظوظ، ما شلون طلعت من هالماده هذه. ايوه لك البشاره، لك البشاره. اي خلاص ماشي ماشي، اليوم العزيمه اليوم ان شاء الله. يلا اخيرا. صدق انك محظوظ بخصوص الماده. والله مو متصور شلون مشت معاي، يعني الشباب كلهم درسوا وشدوا حيلهم، انا قلت قبل الامتحان بساعتين يعني يمكن على الماشي، ومشت على البركه عرفت. والله بس انا ما اقصد هذا الموضوع. ليش تقصد؟ امك تدق عليك. إيه؟ تعرف يعني شنو امك تدق عليك؟ انا ودي
لو أشوفه لو ثواني، فما بالك أسمع صوتها. تدري لو أسمع صوتها يمكن ما أسد التليفون، خليها تسولف تسولف ساعات، يمكن أنت ما تحس باللي أنا أحس فيه الحين. بس لحظة راح تمر عليك، لحظة تفهم اللي أنا قاعد أقصده الحين. وقتها ما راح تستانس ولا تفرح إنك جبت بيه بالمادة، بالعكس راح تفرح اللي دق عليك طلبات ما تخلص، طلبات ما تخلص. تدري لو أمي عايشة سميها، سميها أغلى ما في الكون. ما أقدر أوصف لك شعوري أو شنو أقدر أسميها. الفرحة مو بالدرجة، الفرحة إن أمك دقت عليك. أنا بعطيك نصيحة واحدة بس، أنا عندي باب من أبواب الجنة تسكر، أنت لحق على بابك قبل لا تسكر، بعد عمر طويل إن شاء الله. الو، هلا يما، ايه امرش بغيتي؟ اهلا بكم من جديد في برنامج 3D. محمد رجب، تمام. طبعا تعالى على الفيلم. هو فيلم طبعا كان بيتكلم عن ام ومؤثر وجميل ما شاء الله بين شابين. وهو شاب كان كاتب اسم والدته بطريقه مش حلوه، مشاكل ومش عارف طلبات، كاتبها كده في الموبايل. وبعد كده لما سمع نصيحه من اخوه زي ما احنا شاهدنا في الفيلم، بدا يغير اسمه الى اسم الوالده من كده الى اسم احسن. يعني طبعا ايه المشاهدين شافوا. انا بس كان ليا تعليق على قبل ما كنا بنتكلم قبل الفيديو، واحنا بنتكلم عن الام اللي كانت في الكعبه دي، والعياذ بالله بتدعي على ابنها، يعني ربنا يرزقنا البر الوالدين. يعني كان في حاجه حدثت زي كده او اقوى من كده كمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان احد الصحابه اسمه فضاله بالفعل فضل زوجته على امه، وانتقل بزوجته من نفس السكن اللي كان فيه هو والدته الى مكان اخر. ولما حضرته الوفاه دخل عليه اصحابه. تخيل ان من ضمن عقوق الوالدين والعياذ بالله، لا ينطق الشهاده. من ضمن عقوق الوالدين حق بالشهاده. يعني احنا كلنا بنصلي ونصوم مش عارف، بس انت ممكن تكون قافل باب الجنه وقافل الطريق الى الجنه بحق الشهاده. ومن كان اخر كلام الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فالصحابي رضي الله عنه سمع كلام زوجته وانتقل بزوجته الى مكان اخر، وترك امه الكهل العجوز اللي محتاجه للرعايه. في النهايه خلاص وقت موته اصحابه دخلوا عليه وقال له، بدا لقن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زي ما في البخاري ومسلم، لقنوا موتاكم لا اله الا الله. فدخل الصحابه رضي الله عنهم بيقول قل لا اله الا الله، مش راضيين يكلموه في اي حاجه ثانيه. يتكلم عندي لا اله الا الله مش قادر ينطقها، مش قادر خالص. فذهب الصحابه وهرعوا جروا النبي صلى الله عليه وسلم يلحقوا اخوهم وصاحبهم قبل ما يموت على هذا الحال. راح رسول الله ان في حصل كذا وكذا وكذا ومش راضي ينطق الشهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اله ام، سال اله ام، ثق النبي صلى الله عليه وسلم اله ام. قال له ام من كهل العجوز في منطقه كذا وكذا، قال اذهبوا اليها وامروها ان تاتي او ناتي اليها. فلما ذهبوا الى النبي ذهبوا الى ام الصحابي رضي الله عنه فقالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك تجيله. قالت له ده احنا حق نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحت الام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ان ابنك كان مش ان ابنك غضبك ولا حاجه من هذا القبيل. قالت له رسول الله فضل زوجته الى اخر هذه الامور، فضل زوجته عليا وسابني وتركني وانا كنت في حاجه الى رعايته ورعايه زوجته. ولازم تسامحه. بالظبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها طب ابنك مش قادر ينطق الشهاده، تسامحيه ولا؟ فهي مش راضيه، قالت يعني مش قادره تسامحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في 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 حركه جميله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا لي حطب. فقالت له ليه يا رسول الله؟ قال حتى احرك ابنك، احركه. فقالت له يا رسول الله قلبي لا يحتمل ذلك.
قال أرضيت عنه؟ قالت لا رضيت. قال الحق صاحبكم. فلما ذهبوا سمعوا من الشرفة الصحابي يردد شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ثم مات. فالقصة هي الشاهد يعني إن, إن, إن مع عقوق الوالدين حق بالشهادة. فمن هنا بيبين لنا الشرع مكانة الأم ومكانة الأبوين عموما. فلذلك نحرص كل الحرص على برهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس رسول الله وحسن صحابتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. فعلم الصحابة أن حسن الصحابة الصحبة مش هتخرج عن الوالدين. جزاك الله خيرا. هنرجع إن شاء الله لعلاء في الحلقة القادمة ونكمل إن شاء الله موضوع بر الوالدين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.